أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مسافر وصليت صلاة العشاء مع جماعة المسافرين وهم يصلون المغرب. أنا مسافر. يقول أحسن الله إليكم: أنا مسافر وصليت صلاة العشاء مع جماعة المسافرين وهم يصلون المغرب، وفاتتني ركعة وأدركت معهم ركعتين، فهل يجوز ذلك وهل تصح صلاتي؟ لا، المغرب غير مقصورة، 3 ركعات. فأنت تصلي خلف إمام يصلي صلاة لا يدخلها القصر، وهي 3 ركعات، فلا يجوز لك أن تقتصر على ركعتين، بل تكمل صلاتك 4. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في الحديث أن سورة البقرة وسورة آل عمران، لو صليت خلف إمام يصلي الظهر أو العصر 4 ثم قصرت وهو لا يقصر، ما يجوز هذا ولا تصح صلاته. لا يجوز أن تقصر خلف من يتم الصلاة، لا بد أن تتابع الإمام وأن تكمل الصلاة معه. نعم.